اليوم جيناكم فيديو جديد هو عبارة عن تحدي أكل يوم كامل بأول حرف من اسمنا. مرحبا كيفكم يا حلوين؟ اليوم هيكون تحدي يوم كامل بفكرة أنتوا طلبتوها منا كثير، اللي هو إنه إحنا نعمل يوم كامل بأول حرف من أسميهم. طبعاً إحنا هنعمل الفكرة بأول حرف من أسميهم، بس مو بكل حرف أسميهم. يعني إسماعيل هياكل أكله اليوم كله بيبدأ بحرف الألف. ورهف اليوم هتاكل اكلها كله بيبدا بحرف را، ويحيى هياكل اكله كله اليوم بيبدا بحرف الياء. تحدي صعب جدا خاصه عليا، يعني عشان انا هخترع لهم الاكل اللي هم هياكلوه. حرف را نادر لا كل الاكل نادر الا حرف الالف، ممكن يكون فيه يعني اشياء. انا انذر اشي. اكتبوا لنا بالتعليقات مين انت تتوقعوا اكثر واحد اليوم هيكون اكله حلو، ومين اكثر واحد هيكون اكله مش حلو. دي رهف، دي رهف. لا والله هتشوفوا بالفيديو هتشوفوا مين الاكل مو حلو. وهلا يلا نبدا الفطور. بس قبل ما نبدا الفطور لا تنسوا لايك شير سبسكرايب. اكتبوا لنا بالتعليقات شو بتتوقعوا فطورنا غدانا عشان وسناكس والسناكس يعني. الله يسترنا السناكس اصلا بالحروف تبعتكم. يلا هلا نبدا بوجبه. طب اي الثاني مش ليش هيك انا نادره رب تقولي بس هذا الفيديو ورب تقولي بس هذا الفيديو غير اسمي. هلا اجينا بوجبه الفطور، وهيني عملت لهم الفطور اليوم. الفطور انا شايف كله فواكه اليوم. الفطور فواكه. اسمعي فكر. اناناس مع اني انا بحب اللون الاصفر وبحب اموت على الاناناس. اسمي مزبطني. فاكهه الاناناس بحرف الاء رهف. رمان بحرف الراء يحيى. يوسف. فاكهة اليوسفي اللي انتم بتقولوها ايش؟ كلمنتين. ايوه بس انا في السعودية كنت طول عمري بقولها، في مصر بيقولوا عليها يوسفي. فاكهة اليوسفي طبعا ايش بتعرفوها؟ بيقولوا عليها مندرينا او كلمنتينا او برتقال، فهي بحرف الياء. يلا هلا ايش رايكم بفطوركم؟ انا عجبتني. لا ما هو هذا فطور لسه. انت طبعا لازم تكتبوا لنا بالتعليقات مين اليوم اسوأ حظ ومين اليوم احسن حظ. اسوأ حظ رهف طلعت الرمانه تبعتها حامضه. حاولت اكثر من رمانه اعمل طلع كله نوع حامض. مو مشكله كلي هذا الفطور تبعك. مش لازم اكل. لا كلي ليش افطر؟ هذا فطور. انت حره. انا من الصبح ذاكرها. انا بحب الرمان بس هذا حامض. حتى هو حامض لذيذ. لسه باللي جاي الله اعلم. اليوم يلا هو هذا اسمكم، مو زي حرفي سا سمك سحلب في الشتاء مسخن وسوس مسخن سوس عرق سوس يعني مسخن. لا كيف بقول مسخن؟ وسمقية بسموها شيء كثير بحرف السا. نتصور شو اسمك؟ اديني اسمك يا ماما. بس اليوم بحب اكتر من البرتقال عشان بتتفتح بسرعة زي البرتقال. بدنا نضلنا نلف السكينة. اكتبوا لنا بالتعليقات ايش اكثر فاكهه بتحبوها. انا اكثر فاكهه اناناس. انا اكثر فاكهه فراوله. وانا كمان. يلا هلا نخليهم يكملوا فطورهم وبعدين الى وجبه الغداء. يا ترى ايش يكون غداكم؟ بس انا خايف من السناكس. انا قاعد افكر بغداهم وعشاهم والسناكس تبعهم، يعني لي يومين ادور على حروف اساميهم. فيلا خلصوا فطوركم وافطروا كويس عشان ممكن الغدا يطلع شيء ايش ما بتحبوه ابدا. يلا الى وجبه الغدا. ليتس جو خلصوا فطور. هينا رجعنا لكم بوجبه الغداء. طبعا الغداء حيكون اندومي لانه بيبدا بحرف الاء، وعصير اناناس. ايوه اناناس. وانا حمصيص. بس حمصيص رمانية زي رمان. رهف شايفاها زي الحمصيص رمانية. هذه بتتعمل من البتنجان والرمان، فاهمة؟ فبسموها رمانية. طبعا انا عشان عملتها من امبارح فغمقت شوية. وهذا عصير رمان. طبعا الرمانية اكلة فلسطينية شعبية، يعني مو معروفة في اغلب البلدان، صح؟ وانت هاد ايش هاد؟ طيب هو يستفندي عصرت لك اياه. استفدي هذا طبيخ. وهذا ايش؟ قرع. ايش تتوقعوا اكل يحيى؟ قرع. لا يا اسمع اللي احنا قرع. لا اشياء يا ايوه يا غوشيا يا يقطين.
الاسم الاصلي له اليقطين. هو قرع. هو قرع. ايوه يقطين. اليقطين هو قرع احنا مسميينه. ايوه مسموه قرع. هو في قرع لونه كده اخضر وقرع لونه البرتقالي. البرتقالي اسمه يقطين بس اللي بتجيبوه في الهالوين وبيعملوا عليه. ايوه هو هذا. ورجيهم يعني بيفتحوه بيعملوا اشياء مخيفه فيها. انا ما بعمل بالمره لا بعمل الرومانيه ولا بعمل اليقطين. هذا بنحطه على المفتول. ايوه المفتول بس يعني انا ما بعمل المفتول يعني هذا بتعمله ستور زي كذا. انا مش عاجبني غدايا ولا يحيى. كلي بالمعلقه عشان بحرف اسمك. يلا ولا لذيذ. ايه بسم الله. طيب هيعجبك صح. ولا لذيذ. كلي بالمعلقه بس هو بيكلوه بايش؟ خبز. ايوه بالعيش. بيكلوه بالخبز. العيش في السعوديه. لا وفي مصر يعني. المهم بيكلوا بالخبز او الهيش. والله زاكي. مين احلى اكل طبعا؟ اسماعيل. اسماعيل احلى اكل. انجومي. انا قلت له بدي اعمل رز وارانب. لك رز ارانب؟ لا ارنب. انا اجيب لك ارنب. كل اللي في البيت ما بيحبوا ارنب. انا بموت عليه بقى بالذات عقله وراه. طيب. والله زاكي كتير زاكي. هو ثلاث وجبات. انا اخترت لك وجبه بالليل عشاء وجبه الغداء انت قلت لي بدي اندومي صح. وممكن كنا نعمل ارز وارنب بس ما عملنا ارز وارنب. كيف هي العمل صح. اولتي سين اكل زاكي. كيف اكلك يا يحيى؟ انا عجبني شوي. بومباستيك والله لذيذ. انا عجبني شوي يعني. في هنا زهري. هو لونه احمر. من ايش؟ من الرمان. من الرمان مو احلى. هذا عن جد رمان ضارب على. مش باين طعم الرمان خالص. رمان بيعطي له الحموضه يعني طعم الحموضه اللي كانت في الفطور. فوق بتكون فوق. شو رايكم نفتح قناه طبخ على هذا الفيديو؟ ان شاء الله. انا صح بفتحت قناه ثانيه لإلي اسمها سماح لايف ستايل. هيكون فيها اشياء زي كذا. فيها اشياء خاصه بالطبخ بموضوع البنات بمواضيع اي موضوع لها علاقه في البنات الكبار يعني من فوق ال 13. روح بجر ام 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 هلاك. ايوه روحوا اشتركوا فيها حطها بصندوق الوصف اشتركوا فيها. فتحتيها خلصتي؟ اه فتحتها دوبي يعني. حطيت فيديو واحد بس لسه ما عملت دعايه عليها يعني. اللي حابب يشترك في القناه يشترك فيها تكون رابط في صندوق الوصف. طبعا هي خاصه بمين؟ سماح بس بانا. لو ما سمح قلت سماح. عجبني الشوربة. اصلا اكثر شيء مفيد يعني خضار وفاكهة ما بعرف هي ايش من قسم ايش بس اكثر حاجة مفيدة وذكرت وين؟ قرآن. قرآن لما إيه؟ سيدنا يونس لما طلع من بلد تحت الحوت. ايوه لما كان عنده قالت له كل يوم كانت تيجي له اظن معزة وهذا شربوا منها عند الشجرة هذه. ايوه عند شجرة اليقطين. وهلا خلينا نسيبهم يكملوا غداهم والى ايش؟ وجبة السناكس. يا ترى ايش بتتوقع تكون؟ انا ولا حاجة. انت ما بتعرف والله عادت ابحث كثير عن الموضوع يعني. لا انا اصعب حاجة يا يحيى مش عارفة. اسمعي الايس كريم. انا اقول لك يا ماما ماما حلو حلو اقول لك شو اسمه بلقي ايش؟ في الوجبة الصينية كلها كل الوجبة الصينية ببدأ حرف فيها. بس انا انا ما بعرف اساميهم. يبو شيء خوش هو. طيب هلا يلا نسيبهم يكملوا غدا والى وجبه السناكس. خلصتوا وين جناكم وجبه السناكس؟ طبعا السناكس حيكون ايس كريم. هيو اندومي. رهف ايش اسمها؟ رس عبد. رس عبد طبعا جين. هذه احنا بنسميها رس عبد. رأس عبد بس هي شتوي يعني بسموها. في ناس بسموها رأس عبد وفي ناس بسموها شتوي. بس أنا طبعا رحت اخترت اسم رأس عبد عشان إيش؟ لو. عشان يعني عشان يطلع بحرف يتأقلم راء. لأنه هو الشيء الوحيد اللي بحرف الراء. مكسر. صحيحة ورجيهم إياها. طبعا هذه موجودة أنا بموت عليها. هذه بموت عليها كل ما أجي من المدرسة بشتريها عشان جواها في مش كراميل كريمة. كريمة. وهنا في بسكوت. وبسكوت طبعا هذه موجودة بس ببلاد الشام تقريبا يعني الأماكن الباردة يعني. وأنت؟ وأنا جزلتها هذه. لا أنت. لا بس أنا اخترت اسمها بالإنجليزي اللي هو يوغرت. يوغرت بيبدأ بحرف الياء. يوغرت. فعشان كمان ما لقيت ولا حاجة بحرف الياء بالسناكس
فجبت ليحيى اليوغرت. حلو؟ حلو. أنا عجبني حلو. أنت حلو؟ كله حلو والله. والله حلو. عجبنا. بس قليل. حبيت إيش؟ حبيت خوخ. خوخ. حلو والله ما كنت متوقع إنه يطلع. لذيذ السناكس تبعكم؟ كثير كويس انه طلع في سناكس. ويلا هلا كذا خلصنا سناكس وباقي اخر وجبه هي العشاء. ايش تتوقع تكون؟ انا بتوقع اتوقع هلا جربوا معانا وشوفوا ايش ممكن يكون بالعشاء. ايش بتبشرينا؟ ما بعرف بالخير ولا بالشر؟ ما بعرف. يلا. لسه ما فكرتيش؟ لا فكرت طبعا بس ايش؟ ما بدي اقول لكم عشان تتفاجئوا. هلا بنخلص السناك تبعنا بنرجع لكم وجبة العشاء. يلا. هلا جينا لكم وجبة العشاء. طبعا عشاي انا افوكادو. انا عشاي مش عارف ايش. رنجة. وانا عشاي اسكى عشاء. طبعا رهف. رنجة. عارف اسمه ولا مو عارفة؟ مش عارفة. اسمه رنجة. رهف هيكون عشاها رنجة بحرف الراء. وانا ويحيى. انا ايش تتوقع يكون اسمه؟ بيحيى. اسمه؟ يغمش. يغمش. عملت لك يغمش السعودي. امبارح عملتي. امبارح عملته عشان التحدي. بتعرف ايش هو اليغمش؟ لا. افتحه عشان اعرف. كل ذوقه. لحمة؟ بس عجينة من دقيق ومية وجواها محشية لحمة. كيف حمضة حمضة. يمي يمي لذيذة. وكده أنا بكون إيش؟ أنا اللي نجحت بالتحدي. أنت اللي نجحت ولا أنا؟ أنا. أنا اللي نجحت إني أنا لقيت لكم أكل بأحرف أسماءكم صح؟ ها. طبعاً أنا بالعشاء هسمح لهم ب الخبز عشان هم هيموتوا من الجوع لو ما اكلوا خبز لانه الاكل اليوم كله ايش قليل. لا ما في له حاجه تخلي الواحد يشبع زي همبرجر. فانا قبل ما يناموا يعني لازم اخليهم ايش يشبعوا كويس صح. بدك تاكلي ولا لا؟ كلي. هذا عشاكي. انت ما قبلتي بتحدي ولا لا؟ ما قبلت. ما قبلتي تخسري؟ اه. بدك تخسري غير لك الأكلة؟ لا. غير لك الأكلة بتخسري التحدي. لا. طب خلاص يلا كلي وي وي إيش ويكسب التحدي تبعك. لهلا أنت شطورة. لمين؟ صح؟ أجيب لك سكينة تقليها كده من غير الخبز. اه. هيك بكون خلصنا فيه. لا. أجيب لك شوكة قصدي. طيب ويحيى. مباشرة كله كامل. مسكينة رهف ما إلها على الأكل هذا بس هو هذا التحدي عشانه مايح حطينا عليه. وكيف أنت يا سمعة؟ عجبه طبعا لذيذ بس مش جابة. مساكين اليوم. يلا مو مشكلة يلا خلص التحدي كده. أسامينا صعبة كتير. إيه أساميكم؟ لا في أصعب. في اصعب. في اصعب. حمزه وسلمى سماح. في حرف اصعب ما فيها اكل يعني. سلمى نفس اكل. سلمى نفس اكل. وكده احنا بكون خلصنا التحدي. بس احنا بدنا انتوا تقولوا لنا مين اكثر واحد كان اكله حلو ومين اكثر واحد كان اكله مش حلو. مو حلو. انا بالنسبه لي رهف احلى اكل. وانتوا؟ انا بالنسبه لي رهف احلى لانه الرنقه ومع رهف. رهف ورهف مو عاجبها اليوم كله عشان الرنجة. بس والله ايش اسمه هذاك الحمصيص زي الحمصيص رمانية. رمانية لذيذ مش ذاك. لا هم اسمعي يعني كل اكلكم لذيذ. يعني اليوم ايش حصل فيكي؟ مش مشكلة هي قد التحدي صح؟ قد التحدي اكلت هي رومانية دوبي اعرف انه هي ما بتحبها وهتاكل كمان وهشيك عليها ان هي تخلص اكلها عشان لو انت اكلتي بعديهم هقول لهم لو انت اكلتي بعد هذا هقول لمتابعينك انك انت اكلتي بعدي وخسرتي بالتحدي. يلا يلا خلص كده وكان انت نجحت بالتحدي. لك سناكس احلى واحد عجبني بس فطسلي والرمان كله. والرمان والعصير رمان. ايوه
ويحيى واسماعيل ايش رايك بتحدي اليوم؟ ما فيش شيء مش انت كله لذيذ وانت كله لذيذ عجبك اليقطين بس هذا اللي عجبني يلا كده بكون خلصنا اليوم وان شاء الله بكون احنا كسبنا التحدي وانا كسبت التحدي بما اني انا وفرت لكم اكل باحرف اساميكم لا تنسوا توصلوا هذا الفيديو ل 2000 لايك وبس كده بكون خلصنا الفيديو اليوم لو عجبكم لايك شير سبسكرايب مع السلامه نشوفكم في الفيديو الجاي مع السلامه.